أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد ركن طارق صالح زيارة تفقدية لعدد من مناطق مديرية ذباب في الساحل الغربي. يتفقد العميد طارق سير العمل في عدد من المكاتب التنفيذية وتلمس أوضاع المواطنين وأحوالهم، ووجه بإصلاح مركز الإنزال السمكي في مدينة ذباب المندب، كما وجه الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية بتجهيز غرفة للعمليات الصغرى في مركز الجديد الصحي.